به أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحنسوغرنا كتاب الصلاة الجماعة. كتاب أنه حكو سابسان يا عشر كأنه كبل لابانا يا عاوة صلاة الجماعة هي أحكام تيرا. صلاة الجماعة وحيلة أحكام فربدا قيم منصوص وكتاب يا سنة الله الشيغي يا قيم اسك اجتهادي وأقيسة يا قواعد كسريسا مركا وحيد المؤلف هي صلاة الجماعة في الفرائض صلاةها واجب كشنطة بيكس عب صنطة هاي ولوتو كذا مع ما هي صلاة الجماعة وفي الفرائض صلاةها واجب كشنطة لوتو كان غير الجمعة صلاة الجمعة هين سنة وسنة مؤكدة لأتكيي. وقيل وحال يري فرض كفاية وهي وواجب ذلك قال هذي السمايان انت كرائكتني انا دنبابين للرجال رجل فتجب صادرت الوحى واجبية ويواجبتها بحيث يظهر هرك وموقنية الشعار أستانت إسعمات كي صلاة لتكر الجماعة في القرية ديغان كأما مغالدة متوردة فإن امتنعوا كلهم أما أنتو ذهدي الديدان ووح جماعة يوسف بحبل لوايا صلاة الآن قوتروا وراء تغالميا ولا يتأكد الندب سنة نمض ومعد للنساء هوانك تأكده سيدي أردتها للرجال رقا في الأصح سيدي راجحة. مالك رحمه الله تعالى هذا ما حكو الشيء أول مسألة مسألة كوبات صلاة جماعة حكم كذوي حكم كذو صلاة جماعة المركي صلاة جمعة لغا سارو شمت صلاة روضي كريا فرضك إن جماعة لغتو كذو وحو الشيء لوقعوا في المذهب قول كهر وحيري وسنة مؤكدة كاللوان وحيري وفرض كفاية وحيد يجيب كهر كدونا كمذهب أهان كان دنبه وقيل وجريب راجحة وإن فرض كفاية تعي إمام النووي أنا إنت إنه أقرن كدب قلت قلت الأصح المنصوص أنها فرض كفاية وسنة مؤكدة واسيلة أي عنوار إنت بدن قبان وحين كسل أيين أحاديث شيء سفضل صلاة الجماعة صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة رواية قارتون بسبع وعشرين درجة لبعض صلاة بفضل إلى إليهم بالشيكتي أحاديث نوع عاسية فضل كان ليس كاتب وحير هذين مرض بالتفضيل ويكلا فضل بليه انتي مع دو باب النفل يسنى نمرا استعمالها لغو قرتوهي صادرت الدرائم الكاس باقوتو سيئ وقيل فرض كفاية للرجال وحال يدمر كسنها وهاته لكن فقا هذه الليلة وفرض واجبة ومروا لبضتك إن جماعاتي تكتين لها روية هذه أن عذر دار مركا الله وغتك جريم قول كاسين وحكوس ليسي أحاديث فرفضا ونبي أن كسرا صلى الله عليه وآله وسلم سيعبرت بن إمام النووي رجح دونا حديث وحكم إذا حديثك الصحيحين كقول الله أبي هريرة ونبي رها صلى الله عليه وآله وسلم وحان همي وحان قطعت إلهي وحان همي أما أن دمعي إن الصلاة ده الله أقيم إرادة والله أقيمه إن أنت اللي يرد ردد دي روهر تحاول الله إيسو قره كدب من الصلاة ده الله أقيم عن إرادة والله أقيمه كدب أقف إرادة دتك تكيو سي تكيو إنت الصلاة ده تكيلي إنت ركح إستو
dad guryaha fadhiya oo salaada jamaacada ragaan iman oo guryaha fadhiya arxaabada intaan ula tahe guryahooda ku guboon dab ku geliyo saasaa mamacaybu nabigu sal allau alay wasalam. Halkaa waxaad ka garanaysaa dee waajib baa dadka loo ciqaabaaye, sunno ka tegitaankee looma ciqaabo. Waxaa labaad oo ku tusaya xadiidkii cabdullaahi bni ummi maktuum uu nabiga ku yidhi sal allahu calayhi waalihi wasalam, rasuulki ilaahayo waxaan ahayn inin dhool ah, guri fogna waa deganah, qof i keeno oo igu habboonna oo ii cunnamana ma hayo, gurigayga maysaga tukan karaa. Taasuu nabigu yidhi haa waa u idnay. Markuu dhaqaaqay buu u yeelay, wuxuu yidhi kaale aadaanka ma maqlaysaa? Markaasuu yidhi haa. Markaasuu yidhi laa ajidu laka ruksatan, ruksa iyo qeylaa salaada kaga hadha kuma hayo, oo nin indhool ah oo meel fog degan oon cid fiican oo soo wadaan haysanin, haddii inuu ka hadha salaadii looba diiday nin kaleoo xoog badan oo xoog bulqihiisiina, maxaa u malaynaysaa? Waxaa kaloo nabigeena ka sugan xadiis sunanka qaarkood ay warinayaan abu darda uu nabigu leeyahy sal allahu calayhi wasalam, maa min halaaatin fii qaryatin walaa badwin laa tuqaamu fiihim lsalaa ilaa qad istaxwada calayhim ashaytaan. Saddex meel hadday isugu yimaadaan ama baadiye ama magaalo ha noqotee oo salaad jamaaco aanay tukanin, ummaddaa shaydaan baa ka qaarib noqdayoo shaydaan baa ka adkaaday. axaadiista iyo kuwo kaloo lamid oo ibnu mascuud uu leeyahay waxaan garanayaa oo nu arki jirray iyadoon jamaacada aanu ka harin ilaa munaafiqun macluumu nifaaq, nin munaafiqnimadiisa la yaqaanun baa jamaacada laga waayi jiray. Wa ina arrajul wa kaana arrajulu yu'taa bihi wa huwa yuhaada bayna arrajulayn, qofka waxaa la keeni jiray isagoo xataa garbaha la hayo oo labada qof midba mid xaggooda u dhacaya baa safka lasoo istaajin jiray oo la keeni jiray. ilaa heerka dadaalka iyo waciidkaa nabigu calayhi salaam dabcay inuu gubo, intaasiba waxay tilmaamaysaa farad inay tahay. faradka taasaa loo daliishanayaa. caynta iyo fardu cayn iyo kifaayadu halkuu kaga hadlay baan kaga hadlaynaa. waa farad haddaan nidhaahno maxaa ka dhalan buu kadib ka hadlay mualifku raximahu llahu tacaala, oo wuxuu yidhi waa waajib marka aynu nidhaahno ama aan nidhaahno waajib kifaaya oo sida hadda uu yidhi ama sida culimmada shaaficiyadu qayb qabaan oo fardu cayna ha noqotee, fatajibu way waajibtaa, bixaysu yadharu ilaa heer ay soo muuqanayso ashicaaru astaanta iyo calaamad muuqata fii lqaryati deegaanka iyo tuulada. cadadka la rabo ee fardu kifaayuhu ku dhacayo markay ogaana inta kale dembigu ka dhacayo waa imisa? waxay leeyihin cadad go-an ma laha, hadba goobta la joogo baa yaraan iyo badnaanba saamayn ku yeelan. waxaa la doonayaa salaada jamaacada waa la tegay, waa laga soo baxay inay muuqato oy ishu qabato, qofka meesha marayana ishiisa soo jiida toos ku baraarugo meeshan kulan iyo isrimaafin fiican inuu ka dhacay oo dad fiican iyo kulan fiican isugu yimaadeen. haddaba ishu inay qabatahay tuulada yar ee tobaneeyada qof joogaan iyo tuulada meel magaalada milyanka ku nool yihiin iskuin maaha, magaalada kuntameeye qof hadday degan yihiin meeshay labaatan iyo soddon isugu timaado waxaa leeyahy war maanta maxaa dhacay, meeshan waa la buuxaay. laakiin magaalada malaayiinka degan yihiin soddon qof idinaba dareemi mayso, meelo badan bay soddonku taagtaagan yihiin ama meelo badan bay soddonku ka soo dareeraan. hadba meesha la joogo waa inay shicaarkii salaada jamaacada iyo in salaad la isugu yimid oo muslimiintii jamaaca tukadeen oo meesha kulan fiican iyo kulan weyn oo salaadeed ka dhacay inay muuqan karta weeye. hadba meesha la joogo tirada dadka iyo isu tagtagooda iyo ilqabadkeedaa saamaynaya, saasuu rabaa inuu yidhaahdo. fain imtanacuu kulluhu, magaaladoo dhanba hadday diido tuuladii iyo reerkii nin walba gurigiisu isaga tukadaayo wax jamaaco yimaadaba ma jiro, masaajiddii baa la caatilay, mawracyadii baa la cidleeyey, saa haddii ay dhacdo quutinu waa lala dagaalamayaa,
waayo waajib waxay ka tageen shicaarka iyo astaamaha calaamadaha muslimnimada lagu gartaa. ummaddu hadday ka tagto calaamad muslimnimada lagu gartana waa loo dagaalamaya si waajibka iyo calaamada islaamka loo nooleeyo oo islaamka aan loo nuqsaaminin. ciddii waajib dayacdana dee ciqaab iyo dagaal waa mudan tahay, waase haddii la awoodo. intaasi waa xukumka ka dhalanaya markaynu nidhaahno salaadaasi waa waajib nidhaahno wey. halkan gaari baa waraaqdiisa la ii keen oo dad buu xidhay baan u malaynayaa, meel fiicnayn buu yaallaa. waa KBS 793P, kitaabka gaariga ninka leh. meelaan fiicnayn buu yaallaa guud ahaana. markaad gawaarida irdaha iyo dhigataan meel lagu xiray iyo dad ku xirtaan, dee markaa salaadaha tukataan ka qaada xero la idin siiya. walaa yataakadu nadbu linnisaai taakudahu lirijaali fi lasax. masaladana waxay farac ka tahay hadday salaadii sunnadu yaan idhaahno jamaacadii sunna mu'akada weeyaan idhaahno, rag iyo dumarku ma siman yihiin? maya, dumarka iyo raggu ma sinnoo, raggay usii adag tahay. walaa yataakadu nadbu linnisaai, haweenka sunnanimadeedu ma adka. taakudahu lirijaali say u adag tahay fi lasaxi, sida raajixa. nabigaaba yidhi calayhi salaatu wasalaam, wa buyuutuhunna khayrun lahunna. saa darteed dumarka xataa waajib haddii la yidhaahdo kuma waajibto, sida looga doonaya raggana iyaga loogama doonayo. ee ragga waxaa laga doonayaa inay shaciiradaa nooleeyaan. qultu, waxaan idhi buu yihi Nawawi, intaa hadduu imaamu raafici muxararka ku sheegay madhabkana sidaa u tiiriyey sunna muwaakada inay tahay, waa farqu kifaayihiina uu daciifiyey. arrintu sidaas maaha. alasaxu, sida raajixa ah. almansuusu, ee la caddeeyey erayada a'imada madhabka iyo asxaabu lwujuuhu ay qeexeen annahaa, salaada jamaacadu fardu kifaayatin inay tahay weeye. axaadiidtaan sheegnayo axaadiidta fadligeeda sheegaysa ee sunnanimada tilmaamaysa baan ku jamcinaynaabay yidhaahdeen inay farad tahay, fardu kifaayana tahay. wailaa hadday fardu cayn tahay, salaadu iska tukaday ajir kama yeesheen oo lama kala fadileen, waxay ugu badan tahay saxat wa casaa bay noqon lahayd. way asaxaysaa isna u dambaabay, qof dambaabayna salaad fadli iyo ajir kama helo. waqiila, waxaa la yidhi caynin ay fardu cayni wey, waxayna u dariishadeen salaada jamaacadu masaajidka waa la ogayay, iyadoo la tukanayuu nabigu yidhi in la aqrimo la tukado, qolyihii guryaha ku harayna aan ku soo gubo waaba la tukanayaa oo jamaacadii way taagan tahaye, qolyahan haray maxaa loo taxadaraa, maxaa loo gubayaa haddayna fardu cayn ahayn? ninkan indhoolka dadkii kaleo indhaha qabay baaba masaajidka buuxee, isaga maxaa ruqso marayd loolayay haddayna fardu cayn ahayn? axaadiidtan waxay yidhaahdeen waxay ku tusaysaa calaamada munaafiqiinta ahayd in laga hara jamaacada, waa fardu cayn. marka amaa xadiidkan aad leedihiin salaadu way ka fadli badan tahay salaada, waxa laga hadlaya jamaacada ma aha tagitaanka iyo dadku jamaacada inuusan helin, inayna waajibba ku ahayn, inuu cudurdaar leeyahay baa dhici karta. taasaa la tartansiinayaa sida axaadiistuba ninka taagni ku tukaday salaadiisaa ka fadli badan ninka fadli ku tukaday ayuu yidhaahdeen. sidaasaa la isugu khilaafay. salaamadu waxay ku jirtaa in salaadaada jamaacada aad timaado fardu cayn aad ula dhaqanto. wa fi lmasjidi, wallahu aclam, wa fi lmasjidi, masjidka yaa afdalu, fadli badan, ligayri lmar'ati, waxaan dumar ahayn, amaa dumarku guryahoodaa uga fadli badan. nabiguna calayhi salaatu wasalaam markuu ragga la hadlahayey ee habeenadii taraawixda ay yimaadeen wuxuu ku yidhi waxaad samaynaysaen xal oo dhan waa arkaayeye, dad yahow guryihiina ku tukada, salaadna tukada gurigaa u fadli badan, ila lmaktuuba, faradka maahane. ragga markii lala hadlay faradku salaadna tukada oo farada masaajidka ka fadli badan guriga, xataa keliga haddaad tukanayso jamaacada aad ka soo dahdo. dumarkana waxaa la yidhi
وبيوتهن خير لهم بيوتهن أفضل بدن صلاة جماعة أرقى السيمات كفضل هل أعطوا لكن قولي الله أفضل بدن وما كثر جمعه صلاة جماعة يدو أي بدته بأفضل كفضل بدن مدك جماعة إلا لبدعة إمامه إمام كل مرتدع يهي معهنه أو تعطل مسجد أو تعطل مسجد أما مسجد أرضي عمو عنده قريب الورد لغيبته مقرانشي سدب في مساجك وعنده هي معهنه وحيث صلاة جماعة 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 متها معه لما جماعة هذا سكا قفصلا أما لما مسجد متكودنا تكتاين نقطه حبكي جماعة بلن بأفضل بلن مريرا وحالا لهيا وكسوا إنو يري صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده صلاة القفلة كتيبا كفضل بلن ميات كريقا تكتيب وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل إن الله لتكتانا كفضل بلن هرقفنا لتكتب وحين مركي دمقا كان أكثر فهو أحب إلى الله مركز جمع وصيبته كات إليه التعليه سبحانه وتعالى إلا لسبب إن المساجد كأواها بما عنه إلا لبدعة إمامه إمام كسير مرتدع يهي معانه إمام قد بدع عليه إلا وحرتي إنكار مرني خلاف علماء كتالا صلاة إمامة المرتدع خلاف كتير ويا صحيصا يا ما صحيصا صادرت المرأة دي سبن الله يسكوبا عايستين يا صحي وحققي عن هوا كيراتين من أن لا يسكوها إن هي صحيصا وخلاف كتالا يا صحاد لا كفي عن نلخ السحالة لا والله يسكوها أو تعطل مسجد بعض يعمى يعلوه قريب الوفود لغيبة هذا المقنات أما المساجد كفود إمام باكتاه أما المؤذن باكتاه أما جماعة كتكتا قف أضيء في الصلاة باتاه أليه المساجد كهذا سكتكتو دي إمام بمالا يبكى مكا يسوي في ريال ولا يسوي الدرير أما المؤذن باكا حيرو هذا سكتكتو تكتو وحكا أداني متيران وحكا دعما الدين لبعيد علم إمام ميسو أما ضبط مكا يسوي ريال أليه الدين لغاوة يا ماشا وريم البادو سكتك إن غوة رعلا بحني ولو مساجد دا كلاكو كرافيشا مساجد كينو دا يعمي النقل مقام عباد الله تعالى بحي عديد الصلاة دا جماعة يربا كوفا ببضانه دكا صببا بغن نقطي يا مساجد كبيت كإلهي النولين تيسا يا كوكري بنيلي كام عري وإدراك تكبيرة الإحرام تكبيرة حراشة الصلاة دا جماعة لنا كجاناي فضيلة فضي أجر بيلاد هاي أبدو كذا وحلوه لي شري حديث كي أنس رضي الله عنه وأرضاه وإمام الترمذي يغيب كي ولينا يين أولوه من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق نيكي صلاة جماعة فرطا مع الموضة يسكشها صلاة جماعة كنت كذا وتكبيرت الله أكبر طهرنا سوف قالوا قوتوا كعالا لما أرهب أنه بري كي يهيب إلهي القرية نار ولا غحرين ولا غبريين منافق نمنا ولا غبريين لك أفضت الجماعة وسكو حكتا وحير أجاراي ويأتوا لا يأتون الصلاة إلا وهم قصارى للمنافقين معها ويكتب له براءة ثانية بيه هذه كان الشيخ ناصر والصحيح بوليه السلسلة الصحيحة كن سلام وغطبات يا سلام حديث كاسا فضيلة اللي ودني شري سيب تكبيرة الإحرام كمكيسين قربا لم إيه كرا قفر تكبيرة الإحرام واقاري وإنما تحصل فضيلة أني وحيكو حسي شاي يكون كشاي اللي قارا بالاشتغال إلا قم مشكور بالتحرم إلى الحرام يسو عقب تحرم إمامه إمام قالوا مركو حرتكدر وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن الله أكبر لك أن أنا الله أكبر لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا قبل قراءة قبل القراءة أنت أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول
waxayna yidhaahdeen halkaa waxaan ka fahmaynaa arrintaasi xadiidkii anas ibni maalik ee saxiixeynka ku yeedhay ee uu yidhi nabigaa yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalam inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih faidaa kabara fakabiru. Allahu akbar hadduu yidhaahdo allahu akbar ka daban, ninkaasaa salaada soo gaarayo axkaamulmasbuuqaan qaadanay nin bay idhahdeen. Wa qiila, waxaa la yidhi waxaa lagu gaaraa fadligaa liidraaki bacd alqiyaam, istaagga ragcadda u horeeya qayb haddaad ka soo gaarto takbiirtii waad soo gaadhay baa la yidhi. Wa qiila, waxaa la yidhi biawali rukuucin, rukuucda u horeysa haddaad ka soo gaadho takbiirat lixraamki waad soo gaadhay. Labadan qiil waxay daciif ku noqdeen qiraa'ada takbiirta qiraa'a ku xigta faatixadii iyo axkaam baa ka dambaysa. Nin rukuuc soo gaaray takbiir iska daaye faatixadii ka dambaysuusan sooba gaarinba, nin istaagga wax yar ka soo gaarayna ee takbiir ma soo gaarina isagoo faatixada dhexda la maraya ninka yimaada faatixu dhexda ka soo gaaray. Saa darteed waxaa iilada aqwaashaas inta aanu qiraa'adu bilaabanin ninkii ka gaaray ka taba takbiirsada ninkaasaa fadiiladaa helay. Binaan calaa saxati alxadiidi, culimada qaabka saxiixa raxmatullaahi calayhim jamiican. Intaa waa mid. Salaada jamaacada taa waa takbiiradii. Salaada jamaacada fadligeedu intee baa lagu gaaraa? Wa saxiixu sida raajixa idraaku ljamaacati jamaacadii fadligeedii in la haleelay weeye maa lam yusallim, inta aanu salaada ka bixin. Haddaad tasliimta ka soo gaarto ataxiyaadkaba ha dhameeye od allahu akbar dhahdood ku xirato isagoon assalaamu calaykum dhihin, fadligii jamaacada waad heshay. Maxaa yeelay ruknigii arkaanu salaad ka mid a oo tasliimta aad ka soo gaadhood imaamka ku xirnayd, imaamku waxaad ku xirnayd rukni baad ku soo gaadhay. Rukni inaad ku soo gaadhana rukni rukni kama fadli badna, mar haddaad rukni arkaantii salaada ka mida ka soo gaadhay fadligeedii waad heshay, siyaasaadna ku gaaraysaa. culimada qaar baa waxay qabaan waa iska masala ijtihaadiy oo nas gaara ma lehe hal ragcad inaad ka soo gaadhaan fadligii jamaacada ku heliya wax lamida. Mas'aladan labadan mas'ale hadda uu ka hadlay waa bilowdii salaada iyo dhammaadkeeda. Takbiiratu lixraamkuna waa bilowdii salaada, tasliimtuna waa salaada ugu dambaysayo fadligaa lagu gaara. Salaada bilowgeeda iyo dhammaad axkaamta arkaanteeduna qaar axkaam khaas laha jiroo iska hadli doonaa. Tayib, walyukhafif alimaam, imaamku ha fududeeyo salaada maca ficli alabcaadi, isagoo sunankii abcaada la dhihi jiree muwakadka ahaa samaynaya, iyo walhay-aati hay-aadkii salaada kaamilayay adoo samaynaya, haddana salaada fududeeyo dadka ha ku dheeray ilaa an yardaa inay ku raalli noqdaan bitatwiilihi dheerayntiisa. Maxsuuruuna dadkiina kooban maahane oon gadaal ka soo badan. Salaadu sidaa inay tahay nabigaa faray oo wuxuu yidhi ama axadukum annaas falyukhafif, qofkii dadka hadduu tukinaya ha fududeeyo. Faina fiihim asagiira walkabiira waaldaciifa walalxaajat gabaad qaarkood walmariid, qof jiran baa ka mida, qof taa daran baa ka mida, ilmo yar baa ku jira, waayeel baa ku jira, qof danlah oo degdegsan baa ku jira. Saa darteed jamaacadiina dadka xag ka dhexeeya weeye marka salaada u khafiifi buu leeyahy waalidku nabigu sal ly slam wuxuu yihi waidaa salla axadukum linafsihi falyutawil maa shaa, keligaa haddaad tukanaysana intaa lata dheeraysa salaada adiga waxaa, laakiin keligaa lamida ilaa an yardaa bitatwiirihi maxsuuruun, dad kooban inay ku raalli noqdaan dheeraynta maahan. Maxsuurun waxaa loo yidhi dadku waa dad aan gadaal ka soo badanaynin, dhowr baan nahay in kooban baan nahay, waxaan ku yeeshiinay oon isku ognahay salaada in la dheereeyo. Haddaan innagiiba isku ognaho raalli isaga nahay waa la dheerayn karaa, dadka ridahoodii amay dhibtaan baa la lahaaye mar hadday raalli noqdeen sidii adigu waad markaad raalli ku noqoto taad aad u dheerayn kartay ayaa loo dheerayn karaa. Shartigu laba shardi waya marka kow, dadku waa inayna gadaal ka soo badanayn inta joogtana ay raalli ku tahay. Intayna gadaal ka soo badanin waxaa loo leeyahay dee salaad markaad gashan haddii gadaal laydinkaga soo xirto salaadda dhexeeda qofkaa yimid inuu raalli ku yahay in la dheereeyo dee war uma haysaan. Jamaacadaan saa laleeyahay waa jamaacada faradka, tan sunnada shardi maaha.
صوت وحاوبنا انه كار جوستو اسكتر صدرت الصلاه الى الله ايرينين بالو باهيه ترى عن جماعه ما كانوا تكنه ما عن صلاه اللي يسي معاد با صلاه العشاء بيريي مين وحوغي بيرلي هايو سو شقين امام تقنا ودالن بعد كيسن واي صلاه كو جوستو وكار بيسري تكني كيف نواسب بالبري معاد با لو شيغي صلاه مركو كبحي غير ذلك منافق منافق يقول لك صلاة دوات كي سواي جماعة المسلمين تتكن ايان وقرآن كلاه الى الاخرين ايان منك اوبعت كي سواي منافق ويجي وركا مركا انت كلية اكتو ولا يوحلنا يوكاس وكايا قادة عيا منك وركي بو مقلي معاد بوتري ونبو كدعوي في رسول كلاه يوم انه بيرلي بانا دانكسات الحمالتانا ما نتو ادن بانو اردنا صلاة العشاء مركان لما دم عادي تخلصه وتكذب ويجي ما دم مركان ربع نقول داعيه وهذا صورة البقرة سقصنا يوم هذا ساسع عليه ما هو مالك أبو عربي معاد بن أبي رعانتي وحين أفتى من أنت يا معاد معنا وتك الدين ما كده لا يساوي تك هذا تكين يسافر ذي بوي صادرت يا تك صلاة دينية تكلان في عن تكلان دم تودينا قرأت سلام وقف سلام بالغرب صلاة وقضانا صح معها هو حالي صلاة وانا فوضة لكن هي في أمعاد دينا قدر سير نبو واجع صلاة قابا لكن سوء يبي تلمبو تلمبو تكتري صلى الله عليه وسلم ساسا لقاد دون يدد كاد عبود هرين ويكره حاك رأيه التطوير إلا هرين ليلحق آخر ذكر يسوء قارا صلاة القراءة دينا عبود هرين ستة كوصة وبطار وجماعة يسوء بحسنته لما أقرا صوت قوة مقرض الحق أو رئيسه يكون يسور لي حق أو كتب مطي يسور لي أنت أيه بتشوفي لأن سبب إسكاس وضعي وإسكاس وشاهين أيه أما تلفيش كإسكاس ودعوان أيه أما الناس هي شاطر مسكين شيء وقراءة ما تكون مقرأ يسور دي الجرور دون أيه كهذا الحيري رئيسه كان ما تقدم قرآن كآخر سنة أيه يا مساج كفدي يكون بساعة فيرين أيه يبدأ أنه قب صدوه تقدر إيه كان يسوى حق ماله بيا كان عمضا حق وقته إلى ليه ولو حصى عبدو داليما لكن لما مسألة لك سوى غيبية وقفك كاي يسوى قليه قب صدوه سعودة إلا يرسوها إفعال ولو حصى عبدو داليما في الركوع يسوى الركوع لكتيرا أو التشاهد الأخير أما تحياك أودا بأي كتيرا بداخل القف مسالك سوق ليشقر كيسوف درامي أما سيدي إمرا ولا إيشري إنه واصبروا إن الله مع الصابرين بل سويد سوف إيشري كمسالك سوق ليسوف الركوع إلا قد توصل كي عويس أما تحيات كيدو بي لو إيشرو إلا غهر الصلاة من نقصد كي عويسو وفضل الجماعة عم الركوع لك عدا إنا لها ليشهدون إيشرو إن الله مع الصابرين بل إيدا أما أستطبع هذا البعض اللي قود بحيي أما شنقر كاوات مقاشا قفك سوق علي لم يكره انتظاره كراهية معها سبيتان كيسو في الأظهار سنة راجح أقواش إمام الشافعي واسئ لم يبارك فيها دوسن كديرين ولم يفرقوا سنكراقا يفرقوا سنكراقين بين الداخلين بك السوق علي هكا محو كليه لورا مهمور فإذا قال إليه فكوعدوا فقعد بما لقوا قالا شهر كآخير كان فضل جماعنا لوهرا وحي القفص وقالية سبيتان كيسو لبملاحا ذكرنا عن إبيني سبيتان يرون ذكرنا إبيني تتكس عن كل إيرانيني تتكس وقاليانا أجروا كيلي وحسيني ملك صواليات ويري آبو وحرنا وحوك يريني أنا وحي تريده ومحيه ملك وحي يريده ومكة حراها الله مالي ملك فرق وحي يريده أنا وحدك سوقاليانا أنفعي ذكرنا كتر احتقان كوهانيني جملة ولم يفرق بين الداخلين أري قاسي مقالين كواهوه مكان لاتشوه ماشا كنا تشوه صوت واحد داخلين تبوك الأقوان هذا الرقور يتراه وانا سوق ليها دي طوانك الدقيقة صوص حتى إنهم باب السوق ليسون كالأقوان مركا ولم يبايل فيه دائما ليس إنت الله مرك إنت بضاني يقف كان تفريق بوك الأقران كارو قدر عبدالك كنت يراني أنه يرقوع سنة أما تحيات دوسه لما عانا لذلك لو نسوغنه ونعرام ذلك سوغ لينا مبعو غانك تبع هبل بيان بس هبل هبل لكبه وسيد
هبل بل يكسب وعفو الى الحكي تاسف كلا تعالى جديا. قلت عن الامام النووي المذهب سيدة مذهب كراجحة كوى استحباب انتظاره الا سوى ان السوء ان السنة عيوه والله اعلم قطع الركوع لايه قطع تحياتك الا يلسوك هو السنة سنة ما حقال لك كاني قياس بعلك كاني قياس كنا وحاوله حديث بعد ذلك كسر صلى الله عليه وسلم حديث كان وحوله حالنا وصوم الرأي إني لا أدخل في الصلاة أنا قلت دوني إنا بيري أنا قلت يد إذو أحي إنا بيري بان صلاة قرية إلم أويا المقرية مكاسا كابين أيا ويد إنا تتنيانا وكبقية طيب ماذا هدو صلاة بيرين تاني ليد وحوله بدلو أقابي قف مصلين تكملا مصلحة سأدون وإلماء كأولي وقلبنا كراعيا قبل كرام المسلمين تكاملة مصلحة سأدون وجماعة يفضل إنه هراء إن لا إلالي وصلاة بإذنية اللور بدلو تعرفتها وواحد من باب أولى بإلالي قد ذلك مصلحة لأدون كان لإلالي صلاة نحية لها مصلحة للدين إلا إلالي المسلمين تكاملة ومن باب أولى قياس الأولى فالكاسي شافعي اللهم رأيك رحمة الله عليهم جميعا ولا يرتدر سوق مايو في غيره ما لا وضع ركن وحنائن ركوع يا تحيات كذب وحنائن كسوق مايو صرطرا وحوكا بايدي مجر قد يعتر على سجودة كسوق سجودة كسوق تمرع تعرى على إنا طرمية مفضل الجماعة على كريتك سجودة الكسوق تستمية انتساسه كتتوي وحبا إذا وقد الملع ويصنع حاسنا للمصلي وحده كلي قفك تكري قفك تكري وكذا جماعة جماعتي لتكرينا وعلمت في الأصح سيدة راجحي إعادتها المسوعي مع جماعة جماعة كلو يدركها وحلالي قفك كلي سوى تكري أما جماعة لتكري جماعة بيئة هلان كلي إذي سوعي ليا سنوي نبقينا كالسلام صلى الله عليه وسلم إن أمان صلاة وحتكري صلاة الصبح مركو كبحي والله غني لو جيس كان أكو أنا مفدرة أبدك أن لا تكنين بواركي كسر علي بهما وليس وقفت ولي نمانك أكو أنا مفدرة دكة تكلي مك الله كان يقول حجري وليس ومسل المبتي يدين كسر دهن ها محاد لو لو تكنو يدين بي كسر وحيد نمانك الانتين نحان وعبصدان بسأل قريبي ترعدوا فرائسه وطلع لك يعني يقول سأل شرائنا يقول قريبي قال لك يعني طرف حالا يقول سمعين دونا ما أنت وين حجوه دين بيعلي إيه دونا يو ونم قال إذن شرائيا ساتي قريبي وكاسي وحيدة دي من سوتو كني إلا تكران موضي نيو وانو سوتو كني ما كان ماشا نمتنا دي سن صلى الله عليه وسلم كاسي لها دوسة عيرنا تسوتو كتان إمام كون تكنين اعتمادان لا تكر فإن عاله لكم نافرة سنة إذ انتهي وفين كميرا صيارة سهلا تكره سنة يوم نقوم تنبه هذا بعد سوء تكري إن أمر لبا لا تكر هل كعب الله قرطي من كلام نوع سنة جماعة تكره نبي صحابة وكين من صوت داهي من ألا رجل يتصدق عليه وقل وريان كيف صدق استنك صلاة جماعة وغدها من بير أنك استعير لا تكري جماعة وغدر يسقع صلواتها ونوسع عليك على جماعة وفرق الواجب في سوسي الأولى في هروي صلاة لي فرق تاين وحيكون علي صلاة لي هنا مكاني كتكم أما جماعة كتكم ويحديث لكو عدهي فإنها له نافلة سنة يؤتهي نبي الله صلى الله عليه وسلم والله صح وسيلة راجحانا في الجديد قولك جديد كما مشاطعي ويده قول القديم كما حليه مي تنضبع جماعة فرق أبداً با فرق كواه والله صح وصيدة راجحة أنه ينوي بثانية تلوان وحنيونية الفرق فرق بنيونية في ثوابك جماعة وهر بصلاة ظهور وصنة للنيون شريعة وما لك كما تعلم صلاة عشر صنة للنيون شريعة وما لك كما تعلم بسوء العريسي لي نيوني فرق كان نيون ستواب صنة والهلي ثواب جماعة وحاله وطرق علي صلاةها فرقة هذا الفرق يومي سيوى جماعة وغدنا قوي ولا رخصة رخصة مرها مجرد في تركها جماعة هم لغتها وإن قلنا أبا نراها سنة سنوية حتى قولك سنوية دا نراها صلاة لك مرتبك على جماعة إلا بعذر عام فنقدره إلا ليه هاي معاني
إن عيودات ترى معها عيودات كسر عام يا خاص مقام طال وحبيك ابن عباس أي مرة قاتل وليين سنة سيدي أبو داود بن ماجه ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر إنك أذان كم مقرأ وأن إمان أنا صلاة صلاة كامل أمرها إيه عذر داري يولي هاي معنا وإن حبيب الله صحيح هكا وحكا قرطي صلاة جماعة إلى الخسر إلى الكهر الكريم إلى عذر داري أمرها هاي معنا فرض عينك وحديثك عيليك عذر كاسو عام من عامة عذر قول وضبك وضن خسايا وضبك نمبا جماعة إلى بغضان جماعة من أباقته يعذر خاصه جماعة يؤغن ولا تكريو أريد أكها لكرت جماعة الله ورا قيودوي الله ورا وتري كما طار الروح الروح الدودا أيو ما يمكن يقالوا كودا سبب غنم كودا أيه هذه الروح اللي بعده جماعة المساجد كيف اللي قالوا وايو يقولها اللي سجدتوا كروان يقول يهاي نبي قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى صلوا في الرحال ريح كنت كذا أو ريح عاصف أما دوائل بابانا يسوي بالله يقولون هذين دوائل هذين عيان أما ما لنا على السعون كريم أما هذيك الدوائل قبول يوحنا عيسو وكذا وحال وهو شديد أرق بالمين على الصحيحين سيدة راجحة وانتصار ياري عدارته وحكمه إن روب دائه إن روب مدى أيه روكي بيلي يطولاي تيفتو كل الدوائل عيسية قبولية بار وحيالها أصوى كريمتو نبي أمرك إذا عاد وهو أمر الجري إن صلاة دل آدامه لأن هذا قبول من قبيله الأعيان فكان الحديث يا ناصر في الرحال مؤذن كالرصي غمر وعلى أمر الجريه إنه حديث على الصلاحية على الفلاح له من يكتب لكن على صلوا في الرحال ورقوه من يسجدت كذا عيونه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح الله وقال يا صلاة دي اللي بحتر ما شاء الله وشدنا حتى رسول الله مركو الله وتيري له صلاة صلوا في الرحال الله وتير كعلي ورقوه إن كنت كذا وقولي إذا كنت كذاي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نفسه كنا ذاي صف من غير يسلي صلى الله عليه وسلم فكنا جماعة يقولوا إذا سلبت كن كنا عذر ذاك بالله كان قرطي أو خاص أما عذر ذاك أنا قار قوة كم مرض الحمد صنطه حمد بعض إمام ويدي نبي وقلمه وحمد صنع صلى الله عليه وسلم جماعة الوسوء قال كيوهي بيمنين وحر وبرد يقرر يقرر شديدين أرد قوم يقول أن لبيح كريم باكرة أو قول المسكح لكد الله عن باكرة وضمان آكو وكل من ربع شقوي كان الله فصحا وحبرشان الله فصحا قول لنا أن أدريه يا الله رسوا بحي فعشان ما أنت كل كذو فكا مسكح لنا يد الله عسى الله غي عباي دوتك نوكا لدوانه فكا قريرها كل شيء يدوك قولها كل شيء بربك وقراء العاب كروت نريوك لدوانه إنك هذا غير قريرانا فكل لي قهر كل شيء لنا لكن وحد شوري يرب تصل قبول كنعي كل كنعي فكانت برف بين كل شيء برف بين لي قانا مركي ميرها بي فضيعة عرقوا ويا يركي ما نفتح من برنا كافة عيالي وبرف كن دسيد نجح ود دوران ويسكت وطورة يا هاك علي وهاك بحر مفتو كابحيس وهاك واي سمايل يا بيه هي بعكرك قلولي وفريستو برف مغري برف مقطع بعشر سوق قارن مال بل الجريمين واللقوي بضط بيه الجريان بيه قطة فريستة هي واسكة قطة بارانا يان إنك أفلاش أحب ربي اللي وقلي ينفى لسو بحميس ده كاسع قرية البانعي صدني الشم بيجاك قرح القرية كيلو فرنسيس كشم إيا طوان كن أوقف باع هو النبت النقص من تكو حرمي فيو بيتان لان يغل وين أرعالي لان يسكوحي الحب باريس يا جنب تنسيوز الله نسكوحي رواشن بقري حبي كيلومتر لان يغل نوود أرعالي صدني يشن ديقلي ويرو إنه هو فرطن يشن ما وليقنا وصعنا فرطن يجاه فرطن يسيديد طانو مجالا شقيسانا كل كاس فكاس واقاس وحان السيري قال الله ما تدل قوة تذكرينك مدبع حتى عراضي يا ركاري روك يا كبابل وحوغي فيه الرئيس مركا بكا كل إلهنا قبو قادي قبو يرى دوجي ماجو لأنك قبو وحبتها الله يسان قبو يرى حن يرى وحبتها الله يسان وضمنا الجوالي دا قاركو انت مال لجري قوة والله حرم بابا يسل لجريه ذكر قريه طن بركو نقول وشيد بكريم
caawa dhammaanu baraysada dhulka ku jiro si uusan isaga laftiisa wax u wada qallanin. meelaha de soomaalidu qaar ay tagtay waqooyiga norway iyo finland qaybo ka mid iyo dhinacaasa imperia markii qutub shimaaliga lagu fogaadada hataa bannaanka usoo baxdo dhegahaga waa inaad dada haddii kale way qallanaya saada tiraa qaac way dhici sankaaga saasaa tiraana wuu jabi qolo uu yaalla meesha keliya qoladaas sidaas meeshaa ku nool ee funaanadda iska qaba qoladaasi qabowda jamaaca u harimaayaan nimankaasi jamaaco qabo uga harimaayaan laakiin waxay ka hadhi kuleyn markuu sodameeye gaado waxaadii bigiida ku tukadayaa niman saa darteed xajka markay yimaadaan dad badan baa kuleyn u dhinta halkaa nagu bannaanka dad dabayl marayso oo aanaa iska dhahay aan xataa dhibiibsanayn marka xarin wabardin shadiidayni labadaasoo adag markay jiraanna jamaacada waa laga hadhi karaa oo mashaqadu tii matarka iyo roobka kama yara saa darteed baaba salaadu kuleyl badan markuu jiro faabridu bisalaati aynu soo marnay hala qaboojiyo wajuucin gaajo iyo wacatoshin dhow daahirayni oo muuqda qofay gaajahayd aada u hayso iyo qofku aada u hayo isagana jamaacada waa ka hadhi karaa haddii intaad gaajooto markaad istaagtay indhaha ku madoobaanayaan de jamaacadana aadan gaari karin waan aragnay marar badan jamaaco buu qatoona gaari karin sabka waad aragtaa banaantiisa laakiin haramilada ku gaari lahaydaa lagaa rabaa in arday oo iska gaajaysan ama duruufi haysato ama gaajada naf ku haysa jamaacadiina waa la aqimay maysa tukan kartid inaad mantagtaa taagan tahay naftaanaad u baqday maana raashin iska dooraniyo ama raashinkaaga iska cun hadhow markaad soo noolaato salaadaada tuko wamudaafacati xadafin adigoo xadaf celcelinaya kaadiga aad ku haysa ama saxara aad ku haysa baahidaa cuntada iyo oonka iyo gaajada badan iyo cunto joogta iyo saxaro iyo kaadi aada ku haysa ama neef aada ku hayso ood celcelinayso nabigay ka sugan tahay laa salaata bixadrati acaamin walaa wahuwa yudaaficu lakhbataani iyada nimay cunto u taallana salaada lagama rabo jumco iyo jamaacatooda aadi maaye ilaa uu cuntadiisa cuno nin xaajo celcelinayana oysbaato dhan celcelinaya inay soo dhaafta ka yaaban ama kaadiba ma ku haysana salaadii waxbu yida tukan inay isagana xajiyadiisaa soo guto nabiga saa yidhi waxow bimaalimin daalun baad ka cabsanaysaa calaa nafsin oo baalin naftaada iyo maalkaaga ama naftaada ama maalkaaga ama labadaba daalun haddaad uga cabsato masaajidka aada aadaysa ka cabsato gurigaada isaga tuko si maalkaaga uga badbaadsato ama naftaada uga badbaadsato de habeenkii jamaacada haddaad soo aadaan subabawaabaa dariiqyadaa taagan oo tawriig u gelinaya de maxaad samayn guriga isaga tuko guriga isaga tukata waa haddaad soo baxdo askartaa tuwada sharciyaysan baa joogta tuwada sharciyaysan soo taqanaan ya halkaasuu taagan yahay dan kale uma taagna adigaasuu ku rabaa inuu ku qabto makatina intu kugu dhajiyo de gurigaada isaga tuko jeebkaagana baadho adiga ku dhigo ama maalkaaguba u socdaayo telefoonkii ama dhaqxabay uu kaa qaadan ama adiguba ku cadibi ama adiguba toori ku gelini tuug iyo cadow iyo waxbaad ka cabsatay meelo waxaa jira gobolku hadduu dhaco aan la socono gurigaaga ka galay tahay ama wadaad masaajidka hortiisu dadka ku lahay aad ka cabsatay ama wadaad masaajidka dadka u fadhiisto markay jamaacada lasoo tukaduu khaatumada u suubiyaad ka cabsatay dee u nafsi anagu maal in tuug inaan ka cabsadiyo ina wadaad ka cabsado maaba ii kala tahani ta naftayda khatar gashay hadda waxaa la yidhi waxaan maqli jiray dowladihii hore markay ninka dilayaan ashahaaday dhahaan roob fiicnaayo maali kulab hadday dilayaan ashahaada iyo ogolaadaan hadda khaatumadaa laysu suubiyaayo masaajidda eriddooda salaada kadib laysu istaagaa wamulaazamati hariimi mucsi hariimin nin adayd kulahaa kugu lahaa inuu kugu dhagaad ka cabsatay mucsir ninkaasu aan waxba haysanin adagu waxba haysanin baa waxaad ka cabsatay ninkii deynta kugu lahaa baa masaajid kusoo tukanaya dadka hortiisa hadduu kugu qabsadana waxaad siisana ma haysatid adigana hadduu iskaa iska lalaamiyo wax kaa burburi kara ma jiro ama dadka hortiisuba kugu ceebaynba waxaa la ilaahay baa faxana ilaahay naxariistiisa waasacana gurigaagu isaga tukana waxuquwatin ciqaab baad ka cabsatay yurjaa laga rajo qabo tarkuhaa in la iska daayo in taqayaba ayaaman maalmo hadduu maqnaado
هو يخلع عطسان يسايو جناحية تعزير بالغوو سمينة يا تعزيرتي مع المهدي اللي هو ايو وعلى اسكها المامي ورجوها دقتين لغا اسكدانيو يا راحة قبو جيني سكتكو وعلم وقاولي هاي طفقاني اما طبعا تستوني يدوقعوا هاي مهيستو انت انبطل وقوله هو سأدي تذكرك طبعا عورا عصوي وانسوان بري لكن سينا سوق وبروس وبيحي كتير انا انت على اسكحي رو صلاة دي سكتكو ولا يكلف الله ونفسه إلا وسعها لكن بنا وحواه وصوا بيحنا عورا بنا عديه دي قولي سكتكو اما ننرأي على هاي دي مراعا تسكتكو اسكوعة تطوار عيسا لكن نرأي رجعت معها سلامتا كربسار تهدي وحيزتا كربسار تهدي ومساك سكوبون بيحي كتير فديك لما حد قم وذلك الدريقة هاي عمام الله عام بساك كنو تكال اي غير تحي صلاة الجماعة عبدالك حرانا نفك اللي يقل الشري دريقة ساسنا عن شري دريقة طريقة هاي نين كتاب جماعة كهرا نفك حرانا اللي يقل الشري نين كوضيقة عمام الله عام بوجي مادنا غير تحي دكنا النو مهي سبيله سولو حي هيدا النو حي نين كيو دهوين كدب صلاة الى وراء قلن صدح تسكحي تلكي كهرة جماعة هاي الله هو كهرة تيسا دعاب بواقع بيوتو توصي ويسير البوبسية أردكي عمامة بصوت دورتي صلاة الجنبار هاي بصوت دورتي وردكي بركة سيئة الله شرفين بقى بقى عالم كل بحي الكريم لكن قولي بقى عورك وعطولي كتاب هاي سطان وتأهد وحاوك يا رجلو الإساء لسفر سفر مع رفقة جماعة وصف رئيسه ترحلوا هرانا يسير كسوبة يمين تأسوات كنيسه شيء كان كذي أنا غير كتير وقت عصر، أما ديار الدار كانت ليسر، وديار جرو إنسان قريب من تاعي هذا كهرتو، سفرت ديار جرو كاتي، أما سفرت جرو كاتي، أنا كان أقولي أنا هل كان أنت تدور في صلاة دار سفرت أنا برو، وأكل ذي ريح وحر أنت وح قريا كريه رزق أرل، أركو كريه لما عيوحن وح قرنوم بار أنت وين، بصل بار أنت عيرينا. صار عينا أنت يا واحد منا وكاسو وكاسو بصاعية دي أنا سجارة عبتي بنا ما نرى لا أدب صلاة الجماعة على كل ذي سجارة بتصير عبتي وهذا الحلا في بالك حرام تكتب على وين حراش يوريسي بما اللي فلا يقربنا مساجد دنا هذا حرام يور كوس ودرم مساجد دنا هذا كوس ودوان نواي قال ربنا في تقول أكتب كذا وظل هو يا مترتب كي عايزة وهي لا دنا ما عقان لكن أنا عبد شري عيون أنا سكر وحول ودي سكر يعب رجوع قربون جاي ما هو هذا السر وكل إنتو بيوه وقف كل سيدا يهدر بيا كل وقف كده فوصل نار وبدون يبيه هذا أنا ما أنا سكر يا في شري وكرمي حريات شري طيب وحضور قريب إن اللقب جوا تقف حكتا محتمرين لو حاضر يا سكرانيا فقرارا وسكرانا إنا نجو كنا وعناتا جماعة الوحر كرتو قفة التوحيد كو قواتيا السنة تلتي سقواتيا يندع أولاتيا قفة قريب كانوا جيريوريا والنقاريا السنة إنا جماعة الوحر توانيبو وقليا صوت هذا كوا تكتو ممكن نقاريا بساج قروفسو الشيء اللي نجو بتي هذا كوا صوت تكتو صلاة تكتوحي تيقرب البيس أو مريض أما قف تشرم بعلاج وقتا بلا متعهد وحد أنتي سئل علينا يوم وأديب جانا عن شري قف تشرم وأديب يتع ذريعة ربع إذا تركت تنا آذن هيني طبعا مدة صلاة ثم قنط هنا عن صبر كريم سمر هذا علاج وقته تنا الله مرينا يا أو يا أنا سبيه أنا وعند إدوار التو عياي يا أنا سبيه سبوه الشنيع إتكار وكبات الصوان وروان عسل هاي جبل يسلقك كريم بوليه بطا انت كلا هدين تشوغان يا هدين مقيه وايسهم به هذي قاسوك في إرسان ايايو انا شهاده قوات ايايو سيرو كودوك سن ايايو انا وغادين صهم عليهنو انو بختي وكياب ايايو هذي وهذا كتكتو برسيو سوالي الحين ايو بختي ما تقعنا هدان لا ياسينوه قام حبلو لمن ياسينين بارو به سيرنا بحرو بختي هدو ده قبل مصر كان ياسين ياسين لا السوبيد ويا جنازة بعض الجنازة وكتير دنا مسألة ذات إنا حاسي أعداد تخاصة قيبة بضابة كاملة وصلاة الجماعة الأولى عليك أيها الكاخو الشيخين والدفلو رحمه الله تعالى فصل
فصل كنا وحكاها الليا ضد صلاة السحر أنكرا يدك السحر الكريم صلاة الجماعة عدى إمام نقوم كرتا عدى إمام كون نقوم كرتا عدى إمام كون نقوم كريم أي فصل كنكرها الليا مالنسك رحمه الله تعالى استقر أكثر كيسو وإسك اجتهادات وي مهل مسألة هذا عن هر مريه قاعدة وصوشي قواعد عام كبار صلاة الجماعة علماء المسلمين تسكم مع الرافعين بكمتها اسم خلاف قيرا وحوكا للفروع لذولي كالدواناته فطورا علماء مكس خلافته بيكانتاي هذا صلاة لتكريم أحكام في صلاة الصحة الذين أني أدب أنسو خلافنا والله وكرا عرقت لنا أما مسألة اجتهادي عن سوء خلافنا وحن سوء خلافنا قبلني قبلني واحد قاطنا نقول أبنى وحاتر إبنها واحد عشر أنا وحن فوق العصنة يحقها إلي أنت وحقها صلاة إلينا سحيني أبنى وحن فوق العصنة يحقها إلي أنت وحقها صلاة إلينا سحيني أما وحن سوء خلافنا طهارني وجل لغو الطهارة قادنا يكوء صحي يكوء صحي سان سوء خلافنا أما النواقض الوضوء على سوء خلافنا يمس الفرج يمس المرأة وجبية ويسرية مجبية على سوء خلافنا متكان نوى مدو كتيرا ككرا وسنو أركن إليك أصحي سوء لما أعلم رب أجي من باشا أني بصارات إذا في اعتقادي وأصحي سوء أدي لكن في اعتقادك صارات إذا ما أصحي سوء هل العبرة باعتقاد الإمام أم باعتقاد المؤمن؟ ما يقول عدوس خلافه أما مثلا وحي كرب ويسيه الإمام في المأموم كرد وآذان اسكو حرشد وراء الصحيطان كرد موحان لقى إيغيان عدة مأموم كان نقونا إنسان لإيغيان بس عدة إمام كان نقونا إنسان لإيغيان قولان لأهل العلم الشافعيين وحي قبال العبرة باعتقاد المأموم لك المأموم كان قنيا وهو إمام كرب ميسيه في صلاة الإمام لماذا قوة صحراء سكحر الشر أما يكون بكتاب حتى لما يتنفى يقف كان صلاة بيسئلين السحين كم حركة حتى لما يتنفى إن السحي سنة وكو حركة هذا سؤال بما كان إمام ليس حتى الإمام كان يتكير يلف يسوف سنيين وحي سأل المذهب كيسا صلاة دورينا إياه لكن أنا مذهب كيسا صلاة دورينا إن حنفي عن كدبت أنا حنفي بعناي مصر المرأة ويسر إيقامة شبيه منك وشافيع إمامك لمص المرأة ويسر إيقامة شبيه قف دمر عن أبها إلو التعطير سوي سيسن الله أكبر بيرو ونقري صلاة أنا مذهب كيسا وأنا أقول لك أن كراي ويسد يسمى شابنا لكن إسالة مذهب كيسة صلاة يسمى صحيح فكل حرام كراء نعم هاشف عيال مرضى أبوها داره ما يسمتها صلاة يسمى إلي سلام فوق صحيح فكل حرام كتاب حتى هو ما يسمتها يسمى إلي كل صحيح منا كل حرام ميس بس أنا قول كراء آتاي شاك عيال الكريم من الملاهيم كراء لقبها حنفيه ولقبها ومسألة الله عرضات كانتين تاريخ المسلمين مسألة كانتين وهي صورة بحبتة مسألة كانتين دانا قالين صورة يتيني فعليين شاب منك صلاة بيتكري كما عصيحن صدع رضو القبطة منك صلاة بفرض كهيد إلهي مقبولا وفاسق وي صلاة بالله نسيني بيتكري كما عصيحن حد فاسق منكم ونقضنا ولايات كيسي سقطت ولايته ويدعى عيسى هذه انقلبة تارك صلاة المقالية منك أن صلاة بأن يكاسي حين انقلب إنه قال لي وكتيرا نمي وعقد على تمرك الشافعية حنفية ميسو سنكرا سألك يا مليوي حنفية لي وحيد لهم ملك حنفية جوار شافعية وابو سنكرا لكن جوار حنفية ده كل شافع عمر بوسان كرت صورتها جربت هذا مكان بوسان إنه إنزالا للشافعية منزلة أهل الكتاب أنا كتاب أولا بوسان تري يروي كتاب بيشاغر يعني
gabdhahooda guursada. masalo labaad oo ka khatar badan taa waa nawaadir bay keentay. xaramka markay afarta madhaboodba joogeen ama jaamicu azhar afarta madhabood ay joogeen, afar imaam iyo afar mu'adin iyo afar mixraab inay kala yeeshaan, waayo qolaba qolada kale salaadu kaga wada waa saxdo. shaaficiyada manhaajkay ku qoran tahay inay kaga dabaasaxayni, qolyaha kalena murtuudii fiqiga ugu qoran tahay see la yeeli marka qolo walba gaar iyagu ay sutukiyaan imaamkii shaaficiyada mimbarkii iyo mixraabkii shaaficiyada wakaas, mimbarkii iyo mixraabkii maalikiyadana wakaas, xaramkana saasay waa hor ahaan jirtay. aljaamicu alazharna ilaa hadda magacyadii meelihii way ku kala qoran yihiin. mixradaa mas'aladii keentay baynu joognaa. madabka shaaficiyada qaacida aynu kusoo noqdee, hal alcibratu biictiqaadi alimaami bima yaraahu alimaamu am bima yaraahu almamuumu. shaaficiyadu waxay qabaan bima yaraahu almamuumu. haddii maamuumkani uu qabo imaamkan salaadiisu inay asaxayso, imaamku wuxuu dooni ha qabee, imaamnimadu way asaxi iyo maamuumnimadu. hadduu maamuumku qabo imaamkan salaadiisu wa inay baaqil tahayna, dinimaan salaad ku jirin madaba foorfoorsan kartid, imaamna kuuma noqon kara. kuwa jira salaade imaam salaad ku jira imaam kuu noqon kare, ninaan salaadba ku jirin dee kuuma noqon karo. allaahuma dee madaahibta shiicada in la qaadan doono qaarkood, shiicadu qaar jamaaca isku xiran oon imaam lahayn ma arkay weli. waxaan aragnay masaajid salaadii la adibay oo la tukanayo oo wax imaama lahayn, isku mar la rukuucayo, isku mar la sujuudayo, isku marna laga soo toosayo, wax saf ana maba jiraba, isdhaafdhaaf iyo halaal baa loo taagan yahay. ma aan saf ka garan garan waaye, manbaasoonaya safkii meelaan ka garan garan, bal dhac qaad socod mad umale kata waxaa ii dada bal imaamka reer imaamkani meelu joogaan waaye. allaahu akbar allaahu akbar ma yeedhaysa, allaahu akbar samica allahu liman xamid, waa iskaga baxay dee masaajka lagu tukadaa doonto. saa u yaabanaa ba ilaahay waxay u tusay carafa anagu joognaa salaad jamaaco la tukanayo oo ninka tukinaya dadka hagaya uusan salaad ku jirin, halkaa uu fadhiya allahu akbar samica allahu liman xamid oo kala kugula kaasaa soo xasuusta walaa ku waagi mid qol ku jiraa ba kalama haystaa tukinayso makarafoon haysto qol ku jiraa tukinaya show baa la jiray tii waagi waan soo xasuustay. markay salaan arkayo waxaan u maqlay inaan 1988 miya, marka dambena waa dhowr iyo 90-kii. marka taa haddaanan qabsanayn miyoodan lahaynba iskuma leh xidhiwaana wala rukuucay waa gaar, laakiin saasay u dhacday dhegaysa marka laa yasixu asixi mayso iqtidaahu inuu ku daydo biman qof yaclam uu ogyahay butlaana salaatii salaadiisu inay baatiltoy durtay aw yactaqidu ama uu rumaysan yahay, nimaad og tahay la ysku raraacsan yahay salaadiisu inay baaqil tahay ma ku xidhan kartaa maya kay suwar badan baa dhici kara taas. ninkii imaamkaaga hortaada taagnaa baa adoo maqlayay weysadii ka jabtay isna salaadii waa sii watay, maxaa tahay ma ku xidhnaan kartaa? waxay leedahay maya ninkan weysadii way ka jabtay salaada sii wada isna show salaada inuu ka baxo dadku dareemaan buu ka xishoodayo bahasha hadda soo tugantoo daadadiya marka iska dhamaystir buysid gabdhihii baa waxaa tukisay gabadhay ogtahay oo caado qabto baa allahu akbar tiri horta hogashay qof aad ogtahay banaankaa wada socoteen magaaladaad soo marteen suuli iyo musqulihii babliga aad soo gasheen ama ma weysaysaninba musqulaha markaad gasheen isagoo soo socoteen allahu akbar buu yihi war ma weysa qabtiyay ka daabaa tiri warnaata waa weysa qabnaan buu yihi allahu akbar buu yihi waan ogta waa dabtanisa weysa qabi waa qof aan salaadiisa inay baatil tahay muran ka taagnayn ma ku xidhan kartaa? wuxuu ku yihi maya, waayo qofkaa salaadba kuma jira qof salaad ku siisan u xidhan aw yactaqiduhu ama uu rumaysan yahay adig ma yaqiinin kartid, laakiin waa masala ijtihaada ood adigu qabtay inaan salaadiisu asaxayn. tusaale ka mujtahideyn lama dadaalaya qiblada raadraadinteedo ikhtalafa isu khilaafay soo qiblata qiblada isu khilaafeen way wada tukanayeen qibladii waa la garan waaye xaggay xaggay midna xaggu ku dhuftay midna xaggu ku dhuftay midba midka kale wuxuu ka rumaysan yahay naan qiblada hayn uu tukanaya ma ku xidhan karaa? wuxuu yidhi may aw inaa ayn ama laba weelba isu khilaafeen biyo nijaasihi iyo
iyo daahiraasu khaldamee laba way lahaa aan ijtihaadna war kee daahir ahaa ana waxaa ihi kanaa daahirkiya ana waxaa tihi maya kanaa daahirkiya waa labadan keliya waan nabid baa nijaasa ani haddaan kan ku qancay waxaan ku qancay inaad nijaas ku weysaysatay adna waxaa ku qancday nijaasa inaan ku weysaystay ma isku xidhan karnaa wuxuu yidhi maya nin walba istaabkiisaa ku tukada laakiin gaargaar waayo nin walba ninbuu rumaysan yahay talaaq inay dhugu jirin maddaba socon karo fain tacadada aahir walasha aahirka ah haddii ay tiro lahaayeen ay badnaayeen bal asaxu sida raajaxa wujuuda asxaabka asixatan asaxaysa wey hadday laba weel ka badnaayeen oo hal nijaasi iyo laba daahir ahaayeen oo adigu midaad ku ijtihaaday isna mid kale ku ijtihaaday laakiin mid saddexaad uu soo haray dhici karta kii nijaasada inuu yahay way asaxaysaa waayo waxaad ku xaqiijisa ma laha ijtihaadna ijtihaadna buriyo maalam yatacayan haddayna caynoonin oo la hubsan inaam imaam imaamka ilaahay weelkiisa linnajaasa haddaan saddexba ahay oon ijtihaadna labadeenna oon kaas u barinno inuu nijaasa ahaa oon labada kale ku weysaysanno oo ninkii imaamka intuu yimaado waa khaldantii yidhaahdo oo kaa ku weysaysta kii nijaasada ahaa aan isla meel dhignay tiraba ha lahaadeene seerkiisaan ku hoorina nijaasa inuu yahay kuma xidhan karo imaam inoona noqon karo hadduu maamuum noqdo dhib ma laha oo labadeena midkeen tukiy walasha daahirka aan uhaysana ku weysaystay fain danna hadduu marayo fahaarata inaai hayri hadduu qofka kale weelku ku tukay ku weysaystay inuu daahir ahaa un haddaad u marayso iqtadaa bihi qabcan yaqiinan waa ku dayanayaa qabcan bimacnaa bilaa khilaafin bayna alasxaabi wey saabta khilaaf kama jira falow ishtabaha suurukani marka falow ishtabaha hadday isku khaldamaan khamsatun shan weel oo fiiha uu ku dhex jira najisun min nijaasa waa tiradii shan kutaraarood shan weel oo biyo ah oo midi nijaas yahay baa meesha yaalla waynu ijtihaadnay faranna kullu mid kasta iyo innagiina shan baa nahay qofkas mid kasta wuxuu mareeyo yay kamid a fahaarata inaai weel uu daahir yahay midba mid baa la qumanaayo shantii baa ku kala weysaysa wallahu waa mid baa nijaase ku weysaystay laakiin waa kuma lama oga waa kuma lama oga fatawadaa bihi waa ku weysaystay wa ama waxaa imaam noqday kullu mid kasta bara fii salaatin salaad buu dadka tukiyay salaadii shanta salaadoodna waan ku kalaytanay tukashadeeda shantii midba nin baa imaam noqday shan baa nahay weelashuna waa shan mid baa nijaase ijtihaadkeedii midba mid buu dhegta iska lalmiyey shantii baan kala qaadanay shantii salaadood maaba midba marila tukiyey wareegtay noqotay imaamadii salaadan waxaa hubnaa shanta salaadood midkood mid nijaas ku weysaystay baana tukiyey laakiin salaadee weeye ma garanayno maxaan samaynaynaa dhegayso fafilaa saxay sida raajixa yuciiduna alcishaa afartan ma'muumiinta ahayd salaadu cishay soo soo celinayaan ilaa imaamaha imaamkeeda maahane fayuciidu lmaqriba buu soo celinaya isagu ayb duhur baan ka bilownay subax baan ka bilownay aan dhahan subaxii ninkayna tukiyey way dhici kartaa kii nijaasada inuu yahay laakiin waxaan ka soo qaadaynaa daahirkii inuu yahay kii duhurkeena tukiyeyna sidoo kale kii casarkeena tukiyey sidoo kale dee ixtimaalkii haddaan soo wadno maqribina tukiyey ixtimaalku waa soo yaraaday cishuhu kusoo urursaday cishaha kaa ina tukiyey bay inagayna u hoorsatay afarteenii kale isaga cishaha mar hadduuisa siiyey cishaha uga bilow subaxii soo mar maqribkaa isaga ugu dambeeyey bay noqon mar hadduu maqrib ugu dambeeyey isna maqribku soo celin saasay xisaab camaliya xisaabiya weeye camaliya daliil iyo dawaahir iyo qayis iyo ijtihaadaa laba walow iqtadaa hadduu ku xirto shaaficiyu nin shaaficiye bixanafiyi buu salaad ku xirtay madaahibta waatana wey xanafigaasoo ma safar jahu taabtay awtasada ama istaraandalo isasarsaray xanafiyadu waxay qabaan haddaad isasarsato dhiig iska keento weysadii way kaa jabay dumar fajiraada haddaad taabatana weysadu kaa jabay mayso shaaficiyaduna waa cabsi haddaad isasarsato dhiig kaa yimaado weyse kaama jabay laakiin haddaad farjiga taabato weysada way kaa jirta waa laba masalo ay cagsi isu yihiin buu keenay
ولو اقتدى شافعي هذا كحرته في حنفي بصلاة جماعة كحرته حنفي ومص فرجه تعطي أو اتكسدع أما إسا الصرصر يقول إسا كان يو استرعان بلاي استدلدلي معه استدلدلي قف إسعيشي إسحريبا استدلعان بلاينا قف إسا الصرصر يقول إسا كان لنا ما أحكم حالي لنا سؤالي سصرصر يقول أحكم حكم أعطب أنا أقوم بحاجة أروا قفتي إسكاك يعني ويبالد وسكسر صلي فالأصح سنة راجعة صحة وعي في الفصل مرض إسلام بلي وهي اعتقاد كما أمونكم إسكاك أو يسمى الشبيه دون المصي فرجي تارشادة كما حرام تنتظر اعتقاد كما أمونكم وإن سلاة تشريه اعتبارا محلي إليا بنية المقتدي من كما أمونك وحكب ميسيه يا قلب ركوهي إن سلاة إسكاك ناصحنا ولا تصحة سحماسه قدوتنا كحراته بمؤتد من سوى ذا كحرات من مأمومة إمام كما دي قلت إنتو مأموم كيه صلاة يسرع على الله ورعاية يسوح مقاري كرام صلاة وحمل لي هاي على ذا إمامكو وقف مستقره سر خيارك سكون ركوع كسو تشودينوية من سر خيارك أن كن ركوع أنه كسو تشودينو عدك على كحرات أنكم السحرانك هذا قارب بني ولا بمن قفنا كما حران كرام تنزلوا ويكوا جبتي إعادة تنسوعين كمقيم من نبيه تيمم جبايستي ديرانو جبايستي وي بعض الطهارة تنفى فسو مرأي من كمقيم كعصر كوالي بيها ونادر بيه إلوه أيو أو سوعين بيدادين وإن كنا ما شاء الله نحسوا هذا إلي ونصوض حيثني ولا قارئ من قرآن أخرية قانا بأمية كوان قرآن أخرية قول لكم حران كرام في الجديد طوك جديد كان قولك جديدك قفت قرآنك يقام إمام الله قفان قرآنك السحر أقولي بك يمتك يا معه من أخرية يا معه تمركوا صلاة صوغل اهدنا الصراع المستقيم لك صلاة تمتك يا معه إنك أعطيت على الأسواء يطالة صلاة مراك هذا ورثة قد وانا وصوص على ذلك كما قوة أخرية يا صلاة تمتك يا معه بحكولي غير المقدوب بحكولي غير ورجع عليه معه قرآنك أفير لك يا ويترك كاسو كالتا أمي اللي إلى هذا وهو أمي من قفوي يخل الإمية بحرف الحرف والإمية أو تشديدة أمشد كتريا من الفاتحة كبلا قف قاسوا كلاته قف قرآن أخرية قانا وعن ناقص ناقص كنا كاملك إمام إمام مغضوب كريه ومنه وحا كاملا أردت قف أردت بالإلالة كاملا كاسوا يدغم جذية في غير مدغامة في غير موضعه نرى ما شاء لعين قف حاجرة حرفها سوز الجلية وأي أري النقصية أدور هذا كمركع بوطه مربو عرب قارو طلب تيسية أو استلام تايو بوس كفيا إذا قارب مركع هذا يان في حرفة عن إدغامية ما عن شدنين بيشيل يان قف يسوق لليان قف كاس وكان عذار شدو من الحرف زيادة الله تيمي كان أمي مكملين وحكملا وألفه قف كألف على جدار كمله يبدو عرب عرب عربي كامل ألف هو عربي يبدل بدلا حرفا هو بحرف بدلا راء مكره راء واخريا حاد مكره هاد واخريا الهمز ذكايا الحمد لله نستعين وروكي ونستعين ذكايا أبو بدلا يا لوراس أما راء كان وعليه نكر راء وليه أما وحي سيدك لا شيء ورغم أن عرب لا هاي تعرف بهم يسوه كافي وكريوه لكن هي رانا طافي دق وكثير راني معرض لها طافي اذا طافي وراه مو هذا يلي كافي مكره طاف مليح قف كساس وكاليتاها السجن هو انواع الامبيكا وتصح ويا صحنا بمثل يسوك على هذا كحفته كويس كمتك عرب لو ياشي يقول حرفها بدايه هذا يسكو حرفان ويسيح دي انت يرى ساس وكاليتاوي انت هذه قابلها هذه السفر بيسر صباح المقلبات الزكاة كنت تجدونها نفع عبد الله رب الحكرة الزكاة حول ما قلوا لما عيبيين من هي قبل العدل بارحة بحاك الله يا زكاة إما أعطانا في زكاة طيب حلو وتكره الوحالة كراهية بالتمتان والفاء يو الراحل صدح رائعي صلاة في أنضط ويأصيح لكن هو كراهية وحلو التمتانك وكتت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 
والله
وكان لاحن عن معناها بدلين أخريوي لاحن عن معناها بدلين كأخريوي فإن غيرها جو بدل اللاحن معنى معناها جو بدل كأن عمت بضم لقدر أو كفر الوصي أن عمت وأخري صراط الذين أنعمت أنا نقول نعمية بنقض أنعمت أذيه أضمر عظيم نعمية حركة اللي بدل خطرت هذا فيه حضور اللحن ومعناها بدل أبطل يحبون يا صلاة من أمكنه التعلم قف إنه برتع الصورة قال أوهي صلاة بسود صاع خير يقول بربع دي معناه بدل وهي معناها القرآن على خيرية قرآن ما الأخرين عربي كلا الله على خيرية عربي كلمة كلام الناس الله يسمع في الصلاة وهي صلاة هذا اللي يكون بري صلاة في حركة القرآن إن سفي عن الله برتوي سيدي ولادك خير على أخري تري أو كلاتوي سورة الأنعام حير على هو أصحابه يدعو الهدى بقوله بخير على خا أخري تري هذا كده ما أروح أصلي وانت سو الدكتور من كعيه وخير على كوك عيه كتاب ربنا بعلى سوء اللي ساحير على كفر معلمين كلا الله يري ساحير على وي وليه خا يجمع منفعة بدل ما سو مرينا ده سو الدكتور كوك عيه اللي ما أروح أصلي في حال طيب حيني فين عجده هدول كلوا اللسان وعرف يسه حروف المرايات كلمة سكة أنت لو مودي بحروف كلمة أبو حارس تقولي أو لم يمض أنا ما بتجينا مفرد زمن وحيل زمن إمكان تعلمي حل إرو برتاي سورة قطع قوم الرسول الإسلامي وي أنا بعدي بعيدة كي يلو وقت وبرتاي ما جاري فإن كان كل فاتحة دوية ما شاء الله كجري فكوني من أمي ولا مي هو يصحي إمام سبحانه فكر هذا من فكر وناقص وإلا فتصح الصلاة ويصيح الكلب الواي فاتحة هنا هين والقدرة به المبتدئ ويصيحه وحن صلاة فاتحة هين أركان تلا يقوى صحرة من ما ولا تصح ما صحرقه قدرة الرجل من الخطير ولا خمسة لبيب بامرأة الهوان ولا خمسة لبيب الخطير ما صحر وصورة مربعة وي لا تصح قدرة الرجل بخمس بامرأة ولا خمسة منك الرجل دمر إيا اللبيب منكم إحنا ترى أما دمركم يدمركم رب الإمام من نقران عموم كان وصول عمله ولن يفلح قوم ولو رغبهم راقا هواك ربي الله اسكو حراني مقام قوم قدال بوهاي فرأي معين خلصا لبيب كنا سيقن نبيتي صلى الله عليه وسلم وحوض حيا الرب يا دمر دمركم نقوم كرا صلاةنا وحطوحتي عن نصيب بقري كرتو صابرت القفطة ربي دمرنا كم إحنا كرا ليه وحوض حيا ولا خمسة بامرأة ولا خمسة لبيبكنا هوانكم إحراكرا ويحبوها هوان نقطة الأجرية هدو غلوك هوان نقطة الأجرية هدو الرب نقطة هوان نأيتك السيد رب هوانكم حرطيب النقطة صلاة على بغتيا المسيح مجري كتب ولا خمسة لبيب لبيبكم إحراكرا لبيب لبيب صلاة سوم إحراكرا محايا لي كان معمومك هدو الرب نقطة إحراكرا كان كان هوان نقطة صلاة على رجل الدمر إن أعطيتك تكري تغنى داعتها أي رجلين بأبا الله صلاة إلا هو الكاس أي لمر واجف مسألة اللي إذا هذا حديث أم ورقة هولانك الرجل اللي تكون كران قاركو دري شديد حديثك جملة هولان بارك تكون كران معصحي شديد لبقى الطريقة لبقى الطريقة لبقى الله ضعيفة ها هتها تيس كران طريقة طريقة كوية زيادة الدمر بقى تكون كران لبقى الطريقة بقمات عظم ولذلك وحيكد عن علمانه وهمت الشيخ ناصر رحمه الله تعالى حديثك الجملة يسوي اسكو التأييدي يسوي الجملة التي أنا الله رواية بأينا كتشن جملك وهمت فاتة الشيخ أبو الله قدر رحمة الله عليه وتصيحه مالك اللي أحكام الخمسة إليه دين الجارسية أبواب الميرات والفرائض مالك أنجارنا فعموم أحكام الخمسة كهذا الدرماية انت الجسية وقال باب الخدوتي إنه سن لبيب إمام نقوم كريم لبيب كل لكن هوان بو إمام نقوم كراء وإي عبد الرد مقرنة لرب هوان لي تكيا الله وطراء عبد الهوان مقرنة هوان هوان تكيا ونقوم لا نحجور فيه مما بمرة وتصيح وأصح إساء صلابه إمام هذه القدوره للمتوضئ من ويسيستي بالمتيامين لنجر وجميستي وكودا يخطى ninka wa gabaystay waya salaadiisa si sharci ah u taareen soo qaatay waato wa bimaasihil khuffi min lugaha taqay
نل خفين كسوان مسحي وكل حيران كلا واي مبا كلا قد برنوبة نصر خفين ايو نصر الجزئين لبضل واي القائم من تاغن بالقاعد من فضي وكل حيران كلا أبو تاغن إمام فضي وكل حيران كلا نبي قابا في آخر حياته السبب فضي يتخير الصحابة يبو قداش مستاك تاغن والمبتجعي سنو كلاك تشيفان وكل حيران كلا إمام تشيفا أبو تاغن وكل حيران كلا قياسا على القاعد إنك فدي الله وقيا صنعي وإن كامل قفكي قانجار كهي ويناي بالسبيل المير وان قانجار ومميزة صلاة وكحران كرفاع المير إمام ونخون كرا وأنا حديثي عمر بن سلمة يقوم بسو تكتر يسوى تدوشره أيهم أقرأوا للقرآن مركي ليري والعبد أضغ كنا وخضا ينكراي نظر صومدهم أصبعوا واطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة حتى أبدا حبشة وملح ساعد موده تنيه سجران فسأل الله على غمته حبت زبيبة وفرفر لله موده كان حتى عبد الإمام دين نقضى الله دين نقضى الطيعة مقام في إمامه يقول دين الطيعين إمام الصلاة إمام البود بيتالع الطيعة هل كان أصحب على يقضى والأعمى إنوك والبصير كان بها على سواء مواتمين على النص سيد إمام شافعي الشيء عدي إمامك إنه من دول يهيد سيبا يكون في عام تهيو خشور لا يكون في عام تهيو يلا مصير في ريو إنه من دول قبانا لن كان يكفي عام تهيو خلط كي نجاسي وحي صادر هيني وحبو أركا يا يوزكفي لنا يا من بطنه في عام صلماء مكا صوام به ويسمينينا كالقدرين والله صحو سيدا راجحة صحة قدوة السليم منك عافمات قلب إنه كد إذا كحرت ويأصحي بالسالسي لما الحدث كي يستاغي أما كايبا إكاقو ينتهي هذه الجهة أما النافتو إلي كي يجيجن إنتو سرادة كنيو إمام وكاليان كرتا والطاهرة كوانا طاهر كي بالمستحابة بدي الفرى القطع وصرادة إنتو كليس وكدا ينكرتا غير المتحيرة من متحيرة ورأتاني متحيرة وحيكا لقربوا إليه من يد والطهرة هذه كوة رأتان يا سرادة القوطة يسي جريد ولو بان عبد العدالة إمام إيمان كي تكيي إمرأة تنبع عداتي صلاة بك تنبع علي صلاة اللي تكري أمضو إمام في دمر نقلي سيلي يلي صلاة تكري كو أو كافرا أما قال بوا النقلي معلنا عديسنا إنو قال يا كحق اليقيني إمبابا السلام عليكم في صلاة داني إلا يسوه الجيسري قيل وحالي أو مخفيا متقرفني قال لهم بعداتي إنو قال يهو إسوه قال إنو تكيي وجبت الإعادة إن تسوعي سوى واجب هذا اللبنى الرباط والنوادر إن يقف دمر أنت رجي تكسو أين الأغير ولبس كيديو أسطرات كيديو حتى مدن بهدو وراي كوها على الأغير ونادر بين أنا بيت عدنا وتقصير يوعي بسرعية صادت صلاة سوعية وكو قال عطيسانا يلوك تكيو صلاة كتب تكتن وصلاة بيكوار قال قال قرصنا يا وابدية قال قرصنا يا ومساجد إمامية كا ويفربدية تماري كسنا كلهم بان أغادا إلي مسر الشيئة لينا قاليه أما الصومالي هم مغلانا مذكر عن مغلان هو قال عن دين هاي سنة ودن يشقى كسو قشي وحرفة كسو مرتين بس كفر بلي كواس كان مخفقة هذي عداته يا قال كان عدي سنة يجروا حجر يجرى صلاة وتسعين لكن كما نفهم كافر معلنا مخفر قرصنا إن أغاتا على بيرارين لا جنوبا من جنابة قبائل التكية صلاة المركة اللي رب حيب وكذب أغاني من جنابة قبائل سعين من صلاة أن جنابة هو قرصانه وحن ولاك ضمها وذا نجاسة يمن نجاسة نجاسة وخفية قرصانه إنه وإن أغاك قلت وحنه على صحر المنصوص سنة راجحة وجود أصحابها أصحابها إمرا إنتو ربنا لعديه وقول الجمهور سنة اللي بنيها أن مخفي الكفر هنا بوصل مكان شونا قال لما لك قرصني كمعرينيه كعبيستيب للمدية والله أعلم صلاة ورسوعي مربا قال لما هديت ماذا قال أهلها أهل أماها إمامية صلاة تاني وهو حالب حالب ويوي إمام كيوا قال مقضي حالبات حالب ويوي مرض يصير أصطحي أنت على صلاة ورسوع النبي والنبي كالمرأة
inta fasalka aan israacin baa lahaa way ummiyu ninkaan akhrista si fiican u aqoonin kalmaraatiibu lamid yahay bil asaxi sida raajixa hadday soo baxday imaamkeena tukiyey inuu ummi ahaa oosan qiraadii faatixada sixi aqoonin salaada waa la soo celiyuuri walalugtaga hadduu ku daydo bikhumsa labeed aad ogtahay labeed inuu yahay baa salaada ku xidatay fabaana waxaa caddaatay rajulanin inuu yahay baa caddaatay lagasqut lqabaaw salaad inaad soo qarnayso ood soo gudda kaa dhicimayso filamaali sidaa raajixa waayo ictibaaran biniyat lmuqtadi baa nabiye markaad ku dheeraysay waxniyadaadu ahayd in salaadiisu asaxay fudayashadaada tiyun baa kuu taagan mar nin buu noqday saad moodayn noqon wa saad moodaysin baa lagula dhaqmi wey walcadlu qof caadil oo toosan baa awlaa ka haboon min alfaasiqi qofka faasiqa culimada qaar ba waxay qabaan salaatu imaamatu lfaasiqi laa tasixu ma asaxayso axaadiis bayna deliishadeeno ilaaha aimadu waa safiirka idinka rabbi idiin dhexeeya ee khiyaara aimatikum ka dhiga wafusaqna ha ka dhigina waana daciif waxaa la hadli karaa saxaabada in badan waxay qabaan in lagu daba tukada nusuusuna saasay tilmaamaysaa dadka wulaada ee salaada dayacaya salaada daahinaya ee khaladaad badan samaynaya ha lagu daba tukada nabi alay salaam waa kii hore lagu daba tukada laakiin qof caadilaho wanaagsan oon faasiq iyo dembiya macaasi ku jirin baa ka haboon haddii la heli karayo wala saxu sida raajixa annala ninka fiqiga yaqaan ee fiqiga ee ku dheereeya baa awlaa ka haboon min alaqra'i nin qur-aan akhris yaqaano fiqi aqoon iyo walawraci wala iska miskiin oo xalaal miirada laakiin cilmi aan aqoonin fiqina aan garanaynin iyo hadday isqabtaan intaas kan faqiiha la horumarin laba labada waa u deliishadeen haddii aad tiraahdaan bay dhaheen nabigu sooma dhihin xadiidkii yowmul qowma aqra'uhum likitaabi illahi si afqahuhum ku tiraadeen xadiidku ukhilaafteen waxay yidhahdeen mahlan noos saddex arrin oo qabsa yidhahdeen shaaficiyada iyo jamhuurta la qabta marka koowaad annagu daliil la-aan ma nihin oo daliil baan haysanaa waayo nabigu sal allahu calayhi wasalam abubakar buu fii maradi mowti hormariyey iyagoo maka xufaatan ay joogaan oo qur-aanka waxaa xifdiyey xilligii nabi calayhi salaam arbacatu kulluhum min alansaari ubayun wa mucaad ibnu jabali wa abu zaydin wa zayd ibnu thaabitin abubakar hadaba ragga xufaadda qur-aanka kaamilkaa kamid ma ahayn wa maca dalika buruu abaa bakrin falyusalli binnaasi wuxuu ka baqiysanaa la yidhahda uu ka caalimsan axkaam salaada waa marka koowaad marka labaad saxaabada xadiidkaasi cilowna tusayo xawaadidka iyo dhacdooyinka salaada axkaamta dhacaa way badan yihiin nin qur-aanun yaqaana oon salaada axkaamteeda fiqigeeda garanaynin wax yar hadduu dhaco see samayn bay dhahayso inuu isku dhex walaaqmo maaha aniga way qabsatay 1998-kii baa bishii ramadaan meel australia sydney la ilaa ku tukanayna ramadaanka taraawiixda waxaana tukin jiray niman masar ka yimid ninna qur-aanka yiqiineen oo rag salaada tukiyay ahaayeen midna wuxuu ahaa qolyahanki qawlaysatan ee qura'u maaatimka la yidhaahdo munaasabadaha wax ka akriya hadday tactib tahay hadday meel la furayo tahay ee qur-aanka jiijiida dhegta gacanta saara kuwa anu waa aqiinay si salaadoo tukada ma yaqaanaan kaasi cishaha ka hor buu soo fadhiistaa meesha marka lasoo afuro ninta subahayo saa isugu nin ruxayo buu qur-aanka jiijiidaa marka ilaahay wuxuu qadaray ninkiina tukin lahaa baa la waayo gaarigoodii mashil buu galay ma meelay kasoo afurayeen la waa mu-adinkoon ismaqiinay baa yidhi maadi imaamkii ma haye kaasaan raadiyo la tuki may ninkan aana tukin wey maxaa yaa ninkan salaad ma yaqaane si loo tukada ma yaqaane iyo salaadina tukaana lagoyni maxay ninkan maxaa culimada saa uleedahay maxay war ninkan qura'u mu-aafin baa la yidhahdaa ana aqaane kuwa salaad si loo tukada ma yaqaanaan iyo hajiriya naga daa intii ugu xanaaqay buu ninkii galay shuwaaqay aduunba buu meesha galay isugu yaadeen waxaa laalay wuxuu tukaday uu garan waayo suu qiraaday buu akriyahaya buu sujuuday subxaana allah baa layidhi uu soo istaago qiraaday buu bilaabay subxaana allah baa layidhi uu sujuuday subxaana allah ba iska istaagay beer hage hage wuxuu wadaa meel uu wadu garan waayo mabdaya rukuuc rukuuc salaadii markii la jabay marka dhexda la maraya la jabay buu mu-adinkii hore intuu maro isagii soo jiido gadaal soo marimi buu dadka tukiyey hadda waan ku yidhi maxaan ku yidhi qura'u maaatinka naga daaso kuma dhihin taasoo kale waxay kuleeyihin aqra'uhum likitaabillahi ninka mujawidka adihiisa alla yahay qiraadka yaqaana markaad geli tiraado salaadna axkaamtoodasu noqona seedyeeni
هذا مصلحة الصلاة إمامة يا مأمومين يا جماعة صلاة مصلحة في الأفقه بفجرتان لا في الأقرأي تصدح الله حفظيه كالنار يدهن الأقرأ عرفه هنا الصحابة عرفت فقيه مهانك قارئة وقد دفع اللغة صريقة له نظر الله النور قرآن في فهم يجعين هذا لكن عجب وحاجم قرآن كالدليلين ينحرف أخل دمين لكن هل معنى سنقرنين لكن حاجة ينفجي هرام ورمقيا سنكر أبو هل كعافة إلا مرين ضوضة تعين لهاي من ربع قرطة ولا جرقت ولا إنام في السويكة مسألة تنجيحة وحاجة الإنسان برتين والأول عنا ورع يصبر وحوطها ريان لكن صلاة أحكام وضعان ورع عارون وكتر ريان الله كان بيدانا قولين حلال بير بانا هيا وانتقوى ضمنا هيا أمنا صلاة إلى حوطة ريميسو هذا الأحكام في الصلاة يتساب نوحة إلهي أنا نقول ويقدم الله منك فقه يقانية والأقرى ومنك القرآن كخلية يقانا لنهر مريض على الأصل منك وإيوك أن نصير إطلسك في عكد الشيء قراشي أما أربيك وأشرافك لي لنهر مريض مايو حدوثا قارئ فقيه هاي وحيدا يقول أن النبي عليه السلام حجري أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة إنما ليسكوه البنيه نصب يدان ليسكوه المرين فلا تدب بيت نقطة والجديد قولك جديد كان الأصدقين والأصل منك الدأر وين بعضها المرين على النسيل منك قلسك في عهد أريبين إلى قريش كبه شيء إيا حديث قصرا من دأر بعضها المرين لأن لما حديث باشرته حديث كإمالك من الحوارث وحوها ليفليؤدر لكم أحدكم لوانا الإيراء الإسلام بهذا وليأمكم أكبركم كوين هدينا المعروف كوين حديث أبي حقران وحيا هايا هدير القراءة لكس النادان فعلمهم بسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة وفي رواية فأقدمهم سنا كل دهر ويني وينسن دهر محان وغتشي لا خلاف أخذ على الأفضل مدار عمر يكيو ينسن بعد مثل إنت إسلام كالله كي إسلام نمر قوة قوة ينسوي سورة الخلاف وحي موقف من ويير وبرد صور إسلامي يمن أن يرى إسلام نمر قصة برباري كوليرا وين أصنع الكير لو تشيرا وكان إنت إسلام هذا كبضاني وكان أدائي عمريان كوي خلاف التبرد يسأل كاسيما قرد أتري وجديد قول قديم كوحولي هي ميا حتى من أربيدي أشرافي قريشي من عجم وكير ويد سوني مادان كان أربيك الله مريم محاد عاي حديث بانا إستاويدا ونبي الحوري إلوهيني قدموا قريشا ولا تقدموا عليها قريش هر مريو أكهر مريم أكهر مريم إذن كان في الأوضران باصل الحسي جماعة أمد الشافعية لأنا وركاسة الدورتين سيدة دمير نجم الوهاج بسو قريني فإن استويا هذا السلمان هل كان أنت وحا كدام بأي تعليل بيكوسة لأي لكن أقول لها كدام وضع كوفرا أنت الله الشيخ أنت كدام دام بيسير شروح لكو قرامنا أنو شيخ معي إنك يسوي شيء لأي يتوجه لأي قارتور يد وح مساجد فقار الله كان ومعها لكن إمامير مقنع يلوك لفضل أي وحا فقاري مساجد لغا الشيخ الكريم فماشاً شروح لقارتور كو قرام مركز دي. ليس كل ما يعلم يقال واي حاجة لكل مقام المقام ولكل ميدان المجال وليس كل ما يعلم يقال لو واحد أسأل كتبت بخرا هدير الله الشيخ مرانا قاربوا يقال قراتا فإن استويا هذي سلمان فقهي وكسميهين قراءاتي قرآن كينا وكسميهين دأذين وكسميهين نصيب نمالي وكسميهين ورع نمالي وكسميهين سيليين هذا يوم يصر مريان لقري هذا يسوق بصلاحنا أنا أتكيد أنا أتكيد راشا إمامته إن سار رئيس كله نكي نكي كريم وعلي معلم بشير بكم كده جديد كواي نكي مالك إذا بدك تكيد وكي قدر تجي يستعد ما هو قال قشر يخترق فرق وعم حين بشر كتش وسكان هو رسمين أبي بحشر يسوق بصلاح سماري نهاد إمامته وهي وقت عفتير سلام مقدساتك هذا يوم يسوق بصلاحنا لقري صلي القرآن الفرنسي اللي هي القرآن البادي اللي هي القرآن كان قاعد التعبير ترى هذا وش والله ده أبدا أما هذا قاعد يصير يديك بقى يصير اللي هي النائب كم أنا قوة الصواب بحال والنائب البادي اللي هي القرآن شرع الصواب حد واستوون اللي هي ما شاء الله ترقى بيك شيء إنما كان يروي هذا شو إنه إمام نماذج ترقى كويه وعطيه قول مين بيمارسها وحاجة اسمه
رج الإمام يقعد يقعد مساجدك قوم يلي العبد بشار فراه الإمام يقعد يقعد بشار نعيد سيمين يجري الإمام يقف مع رباش على رباه فرتشوا لكن هلا يعرفنا هذي من الوالوك والتوري ما بين الوالوك والتوري هذا يسقف صدع على رأس وهي كوادر نفس المال لكن يسوق فبين نظافة في الصوم والبدن تلك هي ترك وصولك للنظافة البدن يعبوك الهرمري وحسن الصوت يعطريها يوطي بصنعة الشقة كشقة في عندها يونحوها واحدة منه قف وقفك كل نظافة البدن يعي قلبك ينفت ويوسو يستاهل وابتهمير عليك ما كان يدرك يسوى صحيصاً يهي يمالك يسوى مليف يهذا إنت أشخر صلاة رأي بارك وصحى على ذات إمام مصحيط المفترين كلانا قرار مطمئن عينا بارك أبو رغيف ودى يهينا لكن يكن ترك إنسا ومالك سويف انتياييو ريد سهيلة وصحى وكتا عبو أهر الصلاة منك أن تكون يوم غريفة باكفي عنين ترك يسوى صحى يهي أنا قرار رسال أربع ده إذا وحسن الصوت التامع على لها الطير بإلاد حسن الصوت وحديث بامبا أمانكي حديث كبر ابن عازي وسيعها وأقوها وأحمد يا وجود الواجة وريد زينوا القرآن بأصواتكم قرآن كعفك إنك قرحية وأن المبكر وأقوه ما أدن الله بشيء ما أدن للنبي حسن الصوت بالقرآن يجر به إلهي مدى بيسان سيدو مدى بيسان نبي عطر حسن وقرآن كفتنا واقع يوكر الله عليها وحديث كبر ابن بخاري مسلم وريد فالقرآن خير من زي قبله نبي داود وكيري أبو موسى وكيري لقد أتيك مزمارا من مزامير آل داود ما لم يغتر النبي القرآن فليس منا أنت آب وشرع وكيري أهنانك وصلاة قرين كذا فإنه أندى منك صوت النواتر تاب ما هو محذورنا أهنانك مكوح حلوسي يعد قريح بعيد أنت رسول شرع واعتبار تيسي وطيل الصنعة شقر لك شقير هدو من حمالي هاي مما تختار يهي اخترت اللهم عند الدهان كان يدفن كلاكا زيهير وقصة يستاق بريك على كل حال واحد دليل وكواب انت كان على قلب يسر ومستاق وبيها كبرا ما نعرك انت قلت ومستحق المنفعة ضغط بقول اللي يسوي ماذا مالك كلالية هاي هدو اللي يسوي ماذا يا إمام نقوي سبا نساس عطو فقرار إلى ودن بيسا مالبا نسوي نبي جماعة كنت كرهنا ناشا وإنو كلالية هاي وينو كرهيقنا يا إمام نقل ومستحق المنفعة قوك اللي تشوغ منفعة لأن قوك إسكاله يا متي تنبك الكبوتي يوانحو يوحي لمده وحلمه إجارة على مده يا كرده با أولا فهبون انت كالورد دل قرق على اللي سيقولي ما دل ولا يؤمن لا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجد على تكريمته في بيته إلا بإذنه وحبه له إذن الآن في إنسان يقول لي سهوه ما أمنقل أنا ملك هورا هذا أنا هكذا رئيسه فإن لم يكن أهلا أبو صنوها أن يسوه سيبه ما تكين كروا أمه أما أقاره أقرأي أفقه يماه فلم التقديم السرع حق وقفل وهرمر يهبل إلى تكير هذا ما دام إلا بإذنه حديثه إذن كساس عمال عدو إذنه ويقدموا على الهرمان يعني كي سيدك على عبده الساكن أدوك سيقول يدكن